بعد الإفراج بالعفو الرئاسي عن 3886 نزيلا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر، وفي إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لتوزيع مستلزمات مدرسية ومساعدات عينية على المفرج عنهم وأسر المسجونين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. يأتي ذلك في إطار تطبيق الوزارة لأسس السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد على مواصلة تقديم الرعاية والتأهيل للسجناء عقب الإفراج عنهم وكذلك أسر المسجونين. بعد الإفراج بالعفو الرئاسي عن 3886 نزيلا بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وفي إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، وفرت وزارة الداخلية حقائب ومستلزمات مدرسية ومساعدات عينية لتوزيعها على المفرج عنهم وأسر المسجونين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وتأتي في إطار استكمال منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها الوزارة وتعتمد في جزء منها على استمرار رعاية مقدمة للسجناء عقب الإفراج عنهم حتى لا يعودوا لمسلك الجريمة، إضافة إلى دعم ومساندة أسر المسجونين. إحنا بنبقى خارجين من السجن بنبقى محتاجين إن حد يقف معانا ويساعدنا، فإحنا بنلاقي الحاجات دي في الرعاية اللاحقة. إدوني تلاجة وإدوني قبل كده غسالة ومكنة خياطة ومش سايبيني. احتفالية أقامتها إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية لتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية والمساعدات العينية على أبناء المفرج عنهم وأسر المسجونين، وتؤكد على استمرارية الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة لهم في كافة المناسبات لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم. دعمني في كل شيء وفي مشروعي كمان اللي أنا كنت متعلمة في السجن، بيدعموني فيه وبيساعدوني أن أنا أعمل المشروع ده عشان أساند ولادي، والحمد لله هم مش سايبيننا يعني. والنهاردة حتى جاي أخد حاجة مستلزمات الولاد بتاعت المدرسة. مظلة الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية للمسجونين لتأهيلهم وإصلاحهم تمتد دائما بيد المساعدة إليهم عقب الإفراج عنهم لدعمهم ومساندتهم للاستمرار في الطريق المستقيم، ولا تغفل الأسر التي يقضي عائلها عقوبة فتوفر احتياجاتهم وتلبي متطلباتهم. وهكذا هو التطبيق الفاعل للسياسة العقابية الحديثة لوزارة الداخلية والتي تؤتي بثمارها الإيجابية في دمج كل هؤلاء في المجتمع. مساندة ودعم مستمر تقدمها وزارة الداخلية لأسر المسجونين والمفرج عنهم في إطار السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تهدف من ورائها إلى عدم عودة المفرج عنهم إلى مسلك الجريمة مرة أخرى، إضافة إلى توفير الرعاية لأسر المسجونين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.